قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله في حديث قدسي: يا ابن آدم، اكفني أول النهار ب4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ال4 ركعات هي صلاة الفجر وسنتها. الله أكبر. إنها يا عباد الله تحصينات ربانية عظيمة، فيها الوقاية والله من كل وباء ومن كل شر وغيره. علينا أيها الناس أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وأهلنا، يحفظنا الله سبحانه بها.